تعالوا النهارده اقول لكم على واحد من احلى الاماكن اللي ممكن تاكلوا عنده بيتزا بتتعمل بالظبط في 6 دقايق. المكان اسمه جيميز بيتزا، موجود في الشيخ زايد عند جامعه النيل، والبيتزا بتاخد عندهم بالظبط 6 دقايق عشان تكون معموله. انتوا رحتوا لهم في شهر 12 اللي فاضل فيه 10 ايام، هتاخدوا اي حاجه من الابيتايزرز ببلاش زي التشيكن وينجز دي. عندهم انواع بيتزا كتير، اللي انا طلبتها كانت فيجيتيريان يعني ما فيهاش اي بروتين ولا لحمه ولا فراخ. طعمها كان حلو جدا والجبنه فيها كانت كتير، خصوصا الجرجير اللي فوق، وزي ما انتم شايفين متوصيين بالجبنه اللي فيها وكانت سخنه. وانا طلبتها نص بيستو صوص ونص ريد صوص عشان بحب الاثنين بصراحه. المكان جامد يستاهل ان انتم تروحوا تجربوه. وبس كده، خش اعملي فولو على انستجرام وهعمل فولو باك لاول 200 واحد.